ناصرتم أبناءكم. عاوز أبني الفعل المجهول ده، السؤال رقم 47. عشان أبني المجهول لازم ثلاث خطوات. أول خطوة أقول أين الفعل، والفعل والمفعول لازم أقبض على الثلاثة. لازم أقبض على الفعل، أنت فعل، وأقبض على الفاعل، وأقبض على إيه؟ المفعول. طيب أجعل الفعل، فين الفعل؟ ناصرة. فين الفاعل؟ تم، أنتم. فين المفعول؟ أبناءكم. خلاص أنا كده حددت الفعل والفعل والمفعول. أجي بقى على الفاعل، لو ماضي ضم الأول واكسر قبل الآخر، يبقى ناصرة تبقى إيه؟ نوصرة. وانت يا فاعل هنحذفك يا فاعل. املاها في الزبالة، يلا لا تشفي الزبالة، انت فاعل خلاص. ويا مفعول ارفع نفسك، انت يا نائب فاعل. يا مفعول مش انت اصلا منصوب؟ هتخش مكان ريتاج تبقى ايه؟ ارفع نفسك. يبقى ابناءكم تبقى ابناءكم، ناصر نوصر ابناءكم، اللي هي رقم كام؟ بقى. بقى.